مساء الخير أمهاتنا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ حبيباتي أمهاتنا، اليوم رح أحكي لكم طريقة تهجئة المقاطع والكلمات بطريقة صحيحة. طبعاً المقاطع والكلمات اللي مرت معنا سابقاً والتي تمر معنا لاحقاً إن شاء الله كلها حتكون بنفس الطريقة. المهم التكرار التكرار التكرار، لازم نضل نكرر مع الطالب لا يقدر يحفظ هاي الكلمات وهاي المقاطع ويصير يلفظها بطريقة صحيحة. يلا يا أهالينا نبدأ ب مثلا عندنا حرف الميم. هلأ كنا زمان كانوا يحكوا لنا ميم باء تاء، هذا خطأ. لازم نحكي للطالب إنه الحرف له اسم وله صوت، اسمه ميم صوته ام، وإحنا ما بنركز على اسم الحرف بل على صوت الحرف. ام يجب أن يكون الحرف ساكن، يجب أن يكون الحرف ساكن. اب ام اس ار لا يحرك عند تعليم الطفل الحرف، لازم يكون ساكن حتى يساعدنا في التهجئة. مثلا عندنا حرف الميم، هو حرف أول الكلمة راح نكتبه. كيف راح نركب معه المقاطع؟ الطريقة الصحيحة للفظ المقاطع بطريقة صحيحة يجب أن نكون على عين بحروف المد. أ أو إي، ما حكيت ألف ولا حكيت واو ولا حكيت ياء، حكيت أ أو إي. يجب أن يلفظ الطالب الحروف أو حروف المد بساكنة، حروف ساكنة أ أو إي. هلا إم، ما حكيت ميم، حكيت إم. إم راح تمسك إيدها بالآ، هيك إحنا عم نحكي للأولاد. إم آ ما، إذا إم آ ما، ما حكيت إم وهو، حكيت إم آ إم آ، ما حطيت حرف الأو في النص، لا إم آ، ما حكيت إم وآ ما، خطأ. هون التهجئة بتكون خاطئة. إم آ ما، إم أو مو، إم أو مو. أيضا إم إي مي، إم إي مي، هاي هي الطريقة الصحيحة للفظ مقاطع الحروف. ما بنحط حرف الواو في الوسط. إم آ، إم آ، إم أو، إم إي، إم آ ما، إم أو مو، إم إي مي. ما بضع حرف الأو في وسط المقطع لأنه المقطع من حرفين، إم آ فقط لا غير، إم آ. هلأ يا حبيباتي راح نأخذ الحرف بالحركات اللي هي نسميه المد القصير. المد القصير، إم إحنا لازم الطفل يعرف إنه عندنا ثلاث حركات، فتحة ضمة كسرة، وبيعرف موقع كل حركة، فتحة وضمة فوق الحرف والكسرة تحت الحرف. برضو الفتحة إلها صوت، الضمة إلها صوت، والكسرة إلها صوت. صوت الفتحة أ، صوت الضمة أو، صوت الكسرة إي. لما نيجي نحكيهم مع الحروف، إم أ ما، ما بحكي إم فتحة ما لأنه ما بحكي اسم الحركة، بحكي صوت الحركة. إم أ ما، إم أ ما، إم أو مو، إم أو مو، إم إي مي، إم إي مي، بلفظ سريع. أما حكينا في المدود حيكون مد أطول، إم أ ما. أما حكينا إم أ ما حيكون لفظ سريع، بحكي بصوت الحركة وصوت الحرف. إم أ ما، إم أو مو، إم إي مي، إم آ ما، صار صوت المقطع ما. إم أو مو، مو، إم إي مي، مي. هيك إحنا بنعلم طلابنا التهجئة. طبعاً بدهم صبر، بدكم تصبروا على أولادكم لحتى يقدروا يتمكنوا من إدخال هاي المعلومات كلها في عقلهم، لأنه صعب هيك
مرة واحدة الطفل يدخل هاي المعلومات مرة واحدة هيك فجأة يجينا أعطيها معلومات فشوي حنلاقي صعوبة في أولها، بعدين حيصير عنده روتين عادي لأنه حيتكرر نفس النمط مع حروف المد، كل حرف مع حروف المد. خلينا ناخذ مثلا كلمة ماما، مقطع ما، ما مقطع ما، ما بحكي ما وما ماما خطأ، ما ما ماما، ما ما ماما، با با بابا مقطع، با با بابا، با اب باب، با اب باب، ما بحكي با اب باب، با با بابا، ما ما ماما خطأ لفظ بدون حرف الواو، ما ما ماما، با با بابا، با اب باب. هلأ نيجي للتحليل. احنا بنقول لأولادنا الصغار انه المقاطع بيزهقوا من بعض، فكل واحد بده يروح ويرتاح بغرفته. مثلا ما هذا المقطع؟ با. المقطع الاول راح يروح على الغرفة الاولى وينام فيها. ابقى ما بفلتوا مع بعض ابدا، بيضلوا ماسكين بعض. نيجي للمقطع الثاني، برضو الآن ماسكة بالإب، إذا با بيجي على الغرفة الثانية وبيناموا وبيرتاحوا كل مقطع في غرفته. با با بابا. كذلك الأمر في كلمة باب، المقطع الأول با، خلاص تعب بده يروح ينام، بيروح على الغرفة الأولى مع حرف الآ لأنه الآ ما حيتركه. با مقطع كامل بنحلله لأنه إحنا بنعتمد على التحليل الصوتي. مين ضل؟ إب راح يروح لحاله لأنه ما في حدا ماسك فيه، فيجي على الغرفة الثانية بنحط الإب. هيك يا أمهاتنا بيكون طريقة تحليل الكلمات، طريقة لفظ المقاطع والحركات لكل حرف. أهم إشي نحكي الشيء بصوته وليس باسمه، صوت الحرف وليس باسمه، صوت المقطع وأيضا صوت الحركة. إن شاء الله يا أهالينا تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو الصغير. أي استفسار الاتصال معي رجاء، أكيد رقمي عندكم، فأهلا وسهلا فيكم بأي وقت وأنا خدمتكم. مع السلامة.